متابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. مشكلة مجاني التنقل بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عاود رجع من جديد بعد الاجتماع اللي عقدته لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس مدينة الدار البيضاء. الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا يعولون على هذا الاجتماع من أجل الاستفادة الفورية من مجاني التنقل، ولكن هذا الشيء ما تحققش. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السيد حسن الحلولي، رئيس جمعية منبر المعاق. سي حسن الحلولي، مرحبا بك. مرحبا. مؤخرا تعرضت لجنه تاع الشؤون الاجتماعيه دارت واحد الاجتماع ديالها وناقشت هذا المشكل تاع مجاني التنقل بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن ما خرجت بشيء جديد على اعتبار ان كان طموح تاع ذوي الاحتياجات الخاصه هو انه يبداو من هذا الشهر بالركوب مجانا في حافلات والترامواي في مدينه الدار البيضاء. اشنو الجديد في هذه القضيه هذه؟ اولا انا كرئيس جمعية ديال الاشخاص في وضعية اعاقة والكاتب العام للتحالف الجهوي لمناصرة الاشخاص في وضعية اعاقة جهة الدار البيضاء استات، استنكر واشجب ما يقع للاشخاص في وضعية اعاقة بمدينة الدار البيضاء من تمييز وتهميش، وخاصة اثناء تنقلهم بهذه المدينة الاقتصادية والعريقة. للأسف أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة في سنة 2008، ولا زال الموضوع في سنة 2022 يناقش أمام لجنة الشؤون الاجتماعية في 2022. يعني مسألة يعني كان المفروض أن يكون مجاني التنقل هي مسألة عادية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولا الإشكال هو أنه مجلس المدينة ربما عنده 50% ديال الإرادة لحل هذا المشكل، ولكن ما عندوش 100% لحل هذا المشكل، لأن مجلس المدينة لم يستطع ابتكار حلول من أجل يعني يستافدوا الأشخاص في وضعية إعاقة من مجاني التنقل بالنقل العمومي، وهي خدمة عمومية. البعض يقول بأن مجلس المدينة دابا محل أنه أعطي القطاع النقل الحضاري مثلا على مستوى الترامواي الكازا ترانسبور، على مستوى الحافلات الألزا، يعني تيقول لك بأن الشركات هما اللي خصهم يديروا هذه المبادرة تاع مجاني التنقل، شنو رأيك أنت؟ أولا هذا من كيقولوا لنا هذا، أنا قريت البلاغ الأخير وأستنكره وأشجبه، وهذا يعني مجلس المدينة يستغبي المجتمع المدني العامل في الأشخاص في ميدان الإعاقة، يستغبي، لأن من المفروض على مجلس المدينة باش يبرك في طاولة الحوار مع الشركة التي تقدم الخدمة العمومية ويدير معها تفاوض بخصوص الكيد شارج، يعني دفتر التحملات. احنا مستعدين نعطوهم افكار، وهذه رسالة لرئيسة المجلس مدينة الدار البيضاء اللي كانت كتسمعنا دابا، انا مستعد وكذلك التحالف والجمعيات والمجتمع المدني باش يمدوا لها المساعدة في الميدان. ولو أن الأفكار تباع في أوروبا وحنا في المغرب سبحان الله كنعطوا الأفكار بالمجان. على أين الحل؟ كاين. ما هو الحل؟ الحل هو على مجلس المدينة، لجنة الشؤون الاجتماعية والشركة التي تدبر الخدمة العمومية، يبركوا في طاولة الحوار على أساس أولا إحصاء الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة الدار البيضاء. وهذه المسألة ماشي مستحيلة، لأن جميع العملات عندهم شحال عند الأشخاص في وضعية إعاقة الحركية، شحال عند المكفوفين، شحال عندنا ديال الإعاقة الذهنية والإعاقة المركبة والإعاقة ديال الصم. بمعنى في كل مقاطعة مثلا غنشدوا مقاطعة الحي الحسني غادي نعرفوا شحال ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، غنشدوا عين الشق غنعرفوا شحال ديال الأشخاص في وضعية، غنشدوا مثلا مديونة، غنشدوا النواصر، غنشدوا أنفا. بمعنى كل مقاطعة عندها المعلومات على شحال ديال الأشخاص في وضعية إعاقة. أتحدى شي مقاطعة ولا شي عام. من بعد الإحصاء خاص يتفتح
واحد انه باش يكون شخص في وضعيه اعاقه تصوب ليه واحد البطاقه. هذيك البطاقه وهذا الشيء كاين في فرنسا. البطاقه كتكون من مجلس المدينه. يعني الاختصاص ديال هذه البطاقه ان مجلس المدينه كتحمل مثلا الى عندنا مثلا 20,000 شخص في وضعيه اعاقه مثلا. شحال عندنا قبل ما نكملوا شحال عندنا؟ ما غاديش تكون اكثر من 20,000 شخص في وضعيه اعاقه في الدار البيضاء. يعني الدار البيضاء هي اللي فيها الاشخاص في وضعيه اعاقه على حسب البحث الاخير الوطني حول الاعاقه ديال 2014. ما كاينش يعني 20,000 30,000 ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، وعدد ماشي كبير، ماشي كبير يعني في المغرب كامل. الدار البيضاء هي اللي فيها يعني نسمه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. يعني 20,000 ولا 30,000 يتصاوب لهم البطاقه من مجلس المدينه، وهذا المجلس المدينه يكلف يعني بار ديليغاسيون، يعطي مثلا رئيس مقاطعه الحي الحسني يتكلف بالبطائق ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه في المنطقه نتاعته. عين الشق يفوض تفوض ليه الامر، عين الشق عين السبع كل رئيس مقاطعه هو اللي قدم البطاقه لهذوك البطاقه، ولكن تكون شروط بمعنى باش ما يكونش التلاعب. هاد يكون هاد الشخص فعلا في وضعيه اعاقه، وهاد القضيه ديال فعلا في وضعيه اعاقه خاصو يجيب شهاده إدارية تثبت الإعاقة ديالو من وزارة التنمية الاجتماعية. هذا الشيء راه كاين. إذا أنا كنوري دابا اللجنة ديال الشؤون الاجتماعية كيفاش يخدموا وبالمجان باش نفسر لك. إذا هذه المعلومات اللي عطيت يعني إلا بغاو يديروها راه هي اللي غتحل المشكل. إذا هنا ملي غادي تقول نعرفوا نحصيو عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالدار البيضاء بالبطائق ديالهم اللي معترف بها، بطاقة ديال النقل العمومي بالمجان أو نسبة مثلا واحد الشخص في وضعية إعاقة موظف ماشي بالضرورة نديرو ليه مجانية، إما نديرو ليه 50% أو نديرو ليه 20%. إذا يعني ماشي كاع المعاقين يكون عندهم بطاقة مجانية؟ لا، هو المجانية المعاق اللي غير ميسور. أما الشخص في يعني ما كتعنيش أنك معاق أنت في عسر. هذه ما لا اقبلها. يعني كاين اشخاص في وضعيه اعاقه في المستوى الكبير. لا انت حسن الحلولي رئيس جمعيه منبر معاق وتتم ذوي احتياجات خاصه، يعني بغوا يعطوك بطاقه مجانيه واش تقبلها ولا لا؟ اولا وقبل كل شيء اذا قدمت الطلب، يعني انا لا استجدد البطاقه، انا لا اقبل الريع. إذا قدمت الطلب فمن حقي كمواطن الاستفادة، إذا لم أقدم الطلب فهذا شيء آخر. وأنت غتقدم الطلب ولا لا؟ ومن يديروا هذا الإجراء اللي قلنا ديال أنه الأشخاص في وضعية إعاقة يطلبوا المجانية وتصوب البطاقة ويديروا في طاولة الحوار مع الشركة، لأن كاين واحد الميزانية اللي خصها تعطي مجلس المدينة للشركة. يعني خاص الدعم المالي لهذه العملية. الدعم المالي ديال مجلس المدينة. مجلس المدينة عنده أموال، عمومية ديال الدولة، ومجلس المدينة من المفروض عليه يقدم خدمة عمومية. إذا وبالتالي أنا لا أرى علاش ما يقدمهاش الأشخاص في وضعية إعاقة. الى جانب القضيه تاع المجانيه ديما تطرح هذيك القضيه تاع ذوي الولوجيات، الا دابا شفنا مؤسسات تدار جديده ما فيهاش هذه الولوجيات، علاش هذا الامر هذا؟ علاش ما تيتمش استحضار هذه القضيه هذه؟ لان المسؤولين لا يهمهم الامر، لان ما تلقاش مسؤول يهمه الشخص في وضعيه اعاقه. لو كان هو في واحد الوضعيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه لو كان فكر. إذا بما أنه هو لا يهمه الأمر، كيف تنتظر أنه سيهتم بالأشخاص في وضعية إعاقة؟ مثلا أرشيتكت ما ني با سونسيبيليزي لهذا الشيء ديال القضايا ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، إذا لا يهمه الأمر. مسؤول ما كيستحضرهاش، مسؤول مثلا في السلطة كذلك ما كيستحضرهاش. يعني أنا كاين مشكل أنني أنادي من هذا المنبر المجتمع المدني العامل في ميدان الإعاقة باش يدافعوا على حقوقهم. الحق ديال الأشخاص في وضعية إعاقة ما غادي
يتدار الا بالاشخاص في وضعيه اعاقه. ما تنشوفش بان هذا المجلس الحالي على الاقل عنده الاراده تاع يعني حل هذا المشكل، دار اجتماع مع اللجنه الاجتماعيه، الشؤون الاجتماعيه، ناقش الفكره عكس المجلس السابق ربما اللي ما كانش يستحضر هذا. ايوا الى هذا المجلس انا قلت لك عنده 50%، بقات 50% راني قلتها ليه، راه عطيته مقترحاته بالمجان، لان هذه الافكار اللي عطيت راه كيتباعوا في اوروبا وكيداروا في بيرو ديتود باش كيتعطاو، حنا عطيناهم بالمجان من اجل خدمه هذه القضايا، هذه القضيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. اعتقد ان كاين يعني كاين الاراده الحقيقيه باش تحل المشكلات. وحنا غنشوفوا دابا، انا عطيت المقترحات ووجهت الرساله ديالي لرئيسه مجلس المدينه. الى فعلا ولكن انتم كجمعيه واش طلبتوا شي لقاء رسمي مع العمده تاع الجديده؟ نطلبوا لقاء رسمي، المجتمع المدني ما عندوش واحد يعني السلطه التقريريه على المجالس ولا على السلطه، يكتب عليك شي واحد. لقاء مع المنتخبين باش تطرحوا لهم هذه الافكار اللي قلتي لي دابا الان. واللقاء مع المنتخبين، كاين منتخبين في وضعيه اعاقه اللي ربما راه يشرحوا هما من داخل المجلس المدينه غادي يكونوا بيان بلاسي على المجتمع المدني. كاين الاخ ديالنا رئيس مقاطعه يمكن يمشي في هذا الاتجاه اللي قلنا وكان كيسمع، راه غادي يساعد الاشخاص في وضعيه اعاقه وسوف لا يبخل على الاشخاص في وضعيه اعاقه في هذه القضيه هذه. سي حسن شكرا جزيلا على قبول الدعوه. الله يبارك فيك. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.